الله. وتعتبر معركة باب البكوش من المعارك الخالدة المنقوشة في الأذهان على مر السنين، لا تنسى ولا تندثر، تحكي للأجيال القادمة وشباب المستقبل ولأبطال الجزائر الحبيبة سيارة ومناقب ومآتي لبطولات الآباء والأجداد من السلف والصالح وشهامة وبسالة مجاهدين الرجال الأشاوس وشهدائنا الأبرار. كان حلف الأطلسي، وكانت فرنسا ياسرة خيرات انت عربي بالصح، كانت فيها رجال نتاع مجاهدين اللي قتلت وماتت وراحوا حتى شراطة وتقابضوا في كافة شراطة، وقيل أدوا 35 سلحة في هذيك البلاصة، ومن ثم فاتوا حتى البوركبة مع فرنسا ومضاربين وداو السلاح وداو كلش. كان هذا باب البكوش، هذه تاع تاريخ ماشي تاع اللي بغيت وقتها يجي لهنا، اللي بغي يرجع هنا. هذا الشجره اللي انا قاعدين قدامها لهنا كان الطريق هو ابو نعام الله يرحمهم دائما لهنا، يجوا لهنا يديروا اجتماع مسائل، هما مسائل يجوا وحنا نجوا على الساعه عندهم لهنايا. كان سي عثمان تاعهم، وكان المجذوب هذا تاع الولايه الخامسه والخامس والتاريخ، هذو كاع كانوا يجوا عندنا لهنا وحنا كنا نروحوا عندهم. هذه هي البركة تاعنا تاع باب البكوش، وهذا باب البكوش كان لنا الشعب تاع باب البكوش هذا قائم بنا. كان هذا واحد هنا يقولوا بوزي النياطي، واحد يقولوا عبد العمري، هذو هما اللي هنا بو نعامة عندهم هما الاخر. وحنا الشعب كان هنا هو منا هو بوينا، كنا احنا بلا شعب، ماناش اللي يقول لك المجاهد، احنا كنا بلا شعب. الشعب هذا تاع باب البكوش كانوا لهنا. وش التاريخية هذه المقبرة تحمل وفاة عدد كبير جدا من الشهداء من مختلف المناطق في هذا الإقليم الجغرافي في المول شريس. في القسم الأول من الناحية الأولى من المنطقة الثالثة والولاية الرابعة حدثت معركة شهيرة جدا، هي معركة باب البكوش التاريخية بقيادة البطل الشهيد عمر قصباح، وفصيلة من المنطقة من الولاية الخامسة بقيادة سطاري، لمدة 3 أيام 28-29 ماي 1958. في النهاية كانت هناك حصيلة كبيرة جدا من قتل الجيش الفرنسي، حوالي 600 قتيل، بالإضافة إلى عدد من الشهداء والمدنيين العزل الذين راحوا ضحية الانتقام الهمجي الاستعماري. هذه المنطقة هي منطقة محررة تحت سلطة جيش التحرير، فيها مؤسسة ثورة، فيها مستشفى عسكري، فيها مصلحة لتعليم السبيان، مصلحة للخياطة، مصلحة لتصليح السلاح، مصلحة كذلك للتدريب والفرز، وكانت أيضا منطقة عبور من الولاية الرابعة إلى الخامسة وحتى إلى الحدود الغربية. إذن